رجل يريد أن يتنازل لزوجته عن بيته إكراما لها وتطيبا لخاطرها ومكافأة لإخلاصها مع طول حال. رجل يريد أن يتنازل لزوجته عن بيته إكراما لها وتطيبا لخاطرها ومكافأة لإخلاصها معه طول حياته وتحملها المشقة معه، فما حكم ذلك؟ لا بأس إذا تنازل عن بيته لا عطية لها صحيحة بسبب إكرام هذا خدمتها هذا وعملها الطيب، فلا بأس يتنازل لها عن بيته إذا كان صحيحا لا مريضا. أما إذا كان مريض ليس له أن يتنازل لها لأنها وارثة وليس لها شيء وليس لها يوصي بها وصية، وارثة لا وصية له. لكن إذا كان صحيح وراجع فيها بيته وهو صحيح سليم لا مريض ولا يوصي وصية بل يعطيها عطية ناجزة لأنه امرأة صالح خدمته وقامت بحقه وأحسنت عفته، فهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال ولا بأس به. نعم. طيب لو قصد ذلك أنه ليس له أبناء ذكور يمكن حتى إخوته لا يرثون مثلا، سواء كان له أبناء وما ما دام صحيحا سليما هم مريض له يعطي زوجته ويعطي غيرها. وآخر يسأل تعد هذه وصية شيخ؟ نعم لا تعد هذه وصية لم يرثون هذا ناجزة لك وصية لا لك وصالح ما يجب وصية لا وصية لوائد، لكن إذا كان أعطيها ناجزة وهو حي وهو سليم صحيح وهو حي صحيح. نعم.